منيف، مبروك حصولك على لقب أشجع امرأة بالعالم. يعني مؤخرا مبارك شوي، بس ما في يبلش الحديث بلا ما نقول لك مبروك. وبعتقد، مش بعتقد، أكاد أجزم بأن وجودنا معك الليلة هو بسبب شجاعتك اللي هي جذبتنا. أن تحصل امرأة على لقب أشجع سيدة بالعالم، بيفترض أن أسأل، ما هي مواصفات المرأة الشجاعة؟ أنا أعتقد المرأة التي تخرج من الإطار اللي رسمها له المجتمع، مجتمعها، هي تعتبر امرأة شجاعة. خرجت من هذا الإطار وعملت عمل ليس مألوف على امرأة أنها تعمله. ممكن تكون امرأة عادية لكنها قادرة على العطاء وقادرة على المواجهة ومتابعة العمل اللي هي تؤمن فيه. أنا أعتقد يمكن هذه المواصفات، أنها قدرت تخرج من السرب، قدرت تتغرد خارج السرب اللي هو المتعارف عليه. بس دكتورة مها، ما بتلاقي أنه ممكن يكون في بعض الفروق بمعايير المرأة الشجاعة؟ بمعنى أن المرأة في السعودية تختلف عن المرأة في لبنان، تختلف عن أخرى في الأردن ورابعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بحكم إيقاع الحياة، بحكم العادات والتقاليد، بحكم نظرة المرأة لنفسها ولمجتمعها ولنظرة مجتمعها لإلها. قديه الجغرافيا برأي حضرتك والبيئة الاجتماعية تؤثر على فعل الشجاعة وقدرة المرأة على ممارسة الشجاعة؟ طبعا أنا أعتقد أنه المكان، الموقع الجغرافي والبيئة، المجتمع وثقافة المجتمع تحدد المرأة الشجاعة من غير الشجاعة. فمثلا المرأة الشجاعة في السعودية يمكن لا تعتبر أبدا أنه العمل تبعها يقيم كعمل شجاع من قبل دول عربية زي لبنان ولا من دولة زي أمريكا. فهي تعتمد على ثقافة المجتمع اللي تحدد المعايير حقت المرأة وما هي حدود هذه المرأة. فمتى ما خرجت عن هذه الحدود اعتبرت شجاعة، بينما إذا كانت حدود المرأة واسعة زي مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، فالعمل اللي تقوم فيه يعتبر هذا عمل يومي بالنسبة للمرأة في أمريكا. لو دخلنا هيك شوي بسطور حياتك، يعني حضرتك عشتي بالأردن، تعلمتي بالسعودية وسافرتي 12 سنة لأمريكا، شو هي الحدود اللي كسرتيها حتى تحققي النجاح؟ أنا كامرأة سعودية كان مرسوم لي طريق النجاح. يعني أنا كان التعليم مهيئ للمرأة، للفتاة في السعودية. بعد كده دخلت كلية الطب، خرجت ببعثة على حساب الحكومة للتخصص في الخارج، ورجعت كطبيبة استشارية في مجال طب الأطفال والأمراض المعدية. فكان طريق النجاح عندي مرسوم، أني أنا أعمل كطبيبة وأكسب رزقي ورزق عيالي من هذا الطريق. لكن أنا شخصيا لم أختر طريق النجاح فقط، وكثير من السعوديات اختاروا هذا الطريق. أنا اخترت طريق الريادة، اخترت طريق لأكون أنا طريق لو أنه شائك شوي، ولكن طريق ما دخلوا النساء قبل ذلك، واللي دخلوا كان يعني كان الفشل يمكن أحد أسباب اللي تراجعوا من أول الطريق. فأنا اخترت هذا الطريق لأكون طريق مثلا لأكون حقوقية، أو لأكون أنادي بحقوق المرأة، أنادي ضد العنف الأسري، أنادي ضد العنف ضد الأطفال. هذا الطريق كان بحد ذاته صعب الدخول فيه، واللي دخلوا فيه لم ينجحوا. وبالتالي دخلت هذا الطريق لأكون أكثر من، يعني أكون قائدة فيه أكثر من أني أنا أستمر في طريق النجاح العادي، اللي الطريق المهني الناجح اللي كنت ماشي فيه. على شو رهنتي؟ ما رهنت على شيء. أنا أعتقد رهنت على أنا بنت هذا المجتمع وبنت هذا الوطن في المملكة، فراهنت على رقي مجتمعي. يعني أنا دخلت وكان عندي هدف واحد، أني أنا أرقى في هذا المجتمع، أني أنا أحارب المظاهر السلبية اللي فيه وأرقى فيه إلى مستوى يكون يرتقي بالمجتمعات الأخرى المتطورة. بدي أطلب منك نروح إلى النسب المئوية.
قد ايه بالمية حققتي من احلامك وطموحاتك؟ انا اعتقد اني انا خطوت الخطوة الاولى، يعني انا مشيت في الطريق وخطوت الخطوة الاولى نحو التقدم، لكن المشوار طويل، خاصة أن لما نطلع على الدول اللي سبقتنا في هذا المجال المشوار طويل. لسه ما اشتغلنا شغل كبير في هذا المجال، يعني لازلنا في بداية الطريق، ولكن على الأقل أنا أعتقد أنه الطريق ليس مظلم زي الأول. أنا أعتقد أنه في ضوء في آخر التنل، وبدأت أرى هذا النور الآن، فالطريق ليس مظلم كما كنت أتصوره قبل أني أدخل في هذا المجال. يعني بفهم منك أنه هيدا النور اللي كنتي شايفتيه بالأفق هو اللي قادك حتى تحصلي على لقب أشجع امرأة بالعالم؟ يمكن هو وأشياء أخرى، يعني التطورات اللي حصلت في مجال العنف الأسري في المملكة العربية السعودية من خلال الخدمات المقدمة للضحايا، وتوجت هذه الخدمات في أغسطس 2013 بظهور نظام للحد من العنف والإيذاء في المملكة ضد المرأة وضد الأطفال وضد المسنين وضد أي أحد يتعرض لهذا العنف، أنا أعتقد بحد ذاته يعني أعطانا دفعة قوية إلى الأمام لنستمر في هذا العمل، وهذا طبعا في جهود كثيرة يعني اللي ساعدت لظهور هذا النظام. دكتورة، خلينا نروح شوي لقضايا العنف الأسري والعنف ضد المرأة. حضرتك وين اليوم من هذه القضايا؟ على أرض الواقع أنا أعتقد أنه إحنا كسرنا حاجز الصمت، يعني أصبحت المرأة المعنفة تستطيع أنها تقول أني أنا معنفة، أنها تطلع وتلاقي خدمات تقدر تخدمها. هذه نقطة. النقطة الثانية، الثقافة الحقوقية للمرأة السعودية ارتفعت، يعني كانت مشكلتنا الكبيرة أن المرأة ما تعرف حقوقها، ما تعرف إيش اللي من حقها اللي تسويه واللي ما تسويه، وبالتالي ما كانت تخرج حتى تقول عن العنف اللي تتعرض له، لأنها كانت مفكرة أنه هذا واقع وهذا هذه حياتها. الآن المرأة أصبحت ثقافتها الحقوقية أفضل بكثير، وعيها بحقوقها، وعيها بالخدمات الموجودة أعلى بكثير، والخدمات تحسنت كثير. لكن زي ما قلت أول، لازلنا يعني في هذا المجال التطور لازال مستمر، وأنا أعتقد أنه لازال أمامنا الكثير حتى نرتقي إلى نقول أنه والله إحنا حلينا هذه المشكلة. دكتورة، هيك بدردش مع بعض قبل ما نبلش حديثنا، وخبرتيني شوي عن كواليس الجائزة. المفروض أنه حضرتك كنت تروحي على أمريكا حتى تتسلمي جائزة أشجع امرأة بالعالم من زوجة الرئيس الأمريكي ميشيل أوباما، ولكن اللي صار أنه حضرتك استلمتيها من الرئيس الأمريكي نفسه لما إجا على السعودية. هل حضرتك فضلتي هيدا الشيء انه تستلمي الجائزة من باراك اوباما هو في السعودية؟ طبعا يعني انا اول ما عرفت اني انا كسبت هذه الجائزة، يعني ما ابغى اكذب، انا اكيد فرحت واكيد انبسطت وحسيت بفخر كبير اني انا ممكن اوصل الى هذه المواصيل، لكن في الداخل قعدت افكر نفسي انا ايش سويت؟ انا بنفسي انا حسيت انه العمل اللي سويته هو عمل عادي اجتماعي، حاولت اني احل مشكله في يوم من الايام حسيت انها كبيره، حسيت انها تؤثر على اطفالنا ولنسائنا بنسبه كبيره، حاولت اني احلها بطرق معينه في القطاع الصحي او في القطاع الاجتماعي. فلما اجتني الجائزه، صح لو اني انا يعني فرحت وكنت فخوره فيها، لكن بنفس الوقت قلت هل انا استاهلها؟ يمكن في كثير اشجع مني في العالم، كثير سووا اشياء كثيره لكن لم يسلط عليهم الضوء، يمكن يعني الحمد لله يعني ثقه من الناس اللي حولي والعمل اللي انا سويته قدر يطلع للعالميه، وقدر ناس في امريكا يشوفوا هذا العمل ويوصلوا الى هذه المرحله، انا اعتقد هي يعني رحمه من رب العالمين. شو دار من احاديث بينك وبين باراك اوباما؟ طبعا أنا رحت أستلم الجائزة أنا وأولادي من رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما. طبعا لما التقينا فيه يعني كان شيء في هذا الشخص أنه كان على علم بعملي وبشخصي وبعائلتي، فكان الحديث حديث ودي، حديث يعني عن أطفالي عن عائلتي، وكان حديث عن الأسرة
الأسرة بغض النظر مكان هذه الأسرة، سواء الأسرة السعودية أو الأسرة العربية أو الأسرة الأمريكية، الأسرة هي الأسرة، هي نواة المجتمع، هي أصل بناء أي مجتمع. فتكلمنا عن الصعوبات والتحديات التي تصادف الأسر في كل مكان، وتكتشف بنهاية المطاف أن التحديات مشابهة والصعوبات مشابهة والحياة مشابهة، ولكن تختلف باختلاف الثقافة. بتعرفي دكتورة هيك والشباب كانوا عم يحضروا الإضاءة وعم يضبطوا الكاميرات قبل ما نبلش المقابلة، هيك مريت نظرة سريعة على جدران المنزل، يعني مليء بالصور ولكن كلها صور عائلية. كان ملفت إنه، أو مش ملفت، توقعت إنه حلاقي صورة بتجمعك بالرئيس باراك أوباما أثناء تسلمك الجايزة، ولكن هيدا الشيء مش موجود، ما في ولا صورة لإلك مع باراك أوباما معلقة على الحيط، ليه؟ صوري مع أوباما موجودة في مكتبي، لأنه أوباما أعطاني الجائزة أشجع امرأة لعملي في مجتمعي وليس لعملي في أسرتي. أنا في أسرتي أنا أم وزوجة وربة منزل، أعمل زي أي أم في العالم، يمكن أقل بكثير من أمهات عظيمات في الوطن العربي. وبالتالي صورتي مع أوباما ليس مكانها منزلي، ولكن مكانها مكتبي، محل ما سويت العمل المجتمعي الذي قيمت عليه. وبالتالي لو رحت على مكتبي حتلاقي صورتي في المكتب مع أوباما. يعني بفهم منك دكتورة إنه هيدي الجائزة بس يعني بتعني لك على الصعيد المهني؟ بالدرجة الأولى نعم، يعني على الصعيد المهني، لأن الذي أعطاني، اللي خلى أمريكا أو وزارة الخارجية الأمريكية تفكر في كامرأة شجاعة، هو العمل اللي عملته من خلال برنامج الأمان الأسري الوطني، وبالتالي هو العمل المهني الذي قمت به. لكن هذا العمل المهني الذي قمت به لا يمكن أني أقدر أقوم فيه إلا إذا كنت أنا شخصي بالأشياء التي أؤمن فيها. أنا أؤمن في أشياء معينة، أؤمن في قيم وعادات وقيم أخلاقية في الأسرة، قيم أخلاقية بين تعامل الأفراد. هذه القيم حاولت أني أحطها من خلال عملي. طبعا الجائزة برضو عانت لي، لأنه لما أشوف أولادي أصبحوا الآن ينظروا لي بفخر أنه والله أمي أخذت جائزة أشجع امرأة، أو لما بنتي تروح تقدم تعمل برزنتيشن في المدرسة وتقدم أنه والله هذه أمي اللي أخذت، يعني حسسني برضو، يعني أمام أولادي وعائلتي الصغيرة حسسني بالفخر الأكثر، أني أنا يعني وصلت منزلة شوي أعلى من منزلة بس أم وربة منزل. قديه تأثرتي لما اتكرمتي من الولايات المتحدة الأمريكية وانتي سيدة سعودية بتعيشي بالسعودية وبتشتغلي بالسعودية ويأتي التكريم من الخارج؟ صراحة بالفعل أنا أشعر بالفخر، يعني دائما أنا أقول إنه التكريم الخارجي مهم، ولكن التكريم الداخلي أهم. يعني أنا يمكن كرمت داخليا بإنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني بمرسوم ملكي، يعني كانت أنا جهودي الأول كانت جهودي في المستشفيات، في العمل المجتمعي البسيط، لكن لما أنا امرأة سعودية أقدم مشروع للمقام السامي، انه هذا مشروع مع سيدات سعوديات، طبعا انا قدمت هذا المشروع وليس لوحدي، لما احنا مجموعه سيدات نقدم هذا المشروع الى المقام السامي، والمقام السامي ينشئ برنامج وطني للامان الاسري على مستوى السعوديه، انا اعتقد بحد ذاته هذا تكريم للمراه السعوديه، انه اعطيناكي الطريق، انت طلبتي هذا الطريق، اعطيناك اياه، الان دورك انك تشتغلي. والحمد لله، يعني من خلال، يعني أنا أخذت الجائزة هذه من خلال عملي في برنامج الأمان الأسري الوطني، وهو عن برنامج حكومي وبرنامج وطني ومن داخل السعودية. يعني أنا لم أعمل ضد أحد، ضد أنظمة أو ضد أو أعمل لوحدي كناشطة، أنا لست ناشطة حقوقية، ولكن أنا موظفة حكومية. وبالتالي لما يجي التكريم من أعلى سلطة في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية إلى امرأة سعودية موظفة في قطاع حكومي مدعومة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، أنا أعتقد بحد ذاته هذا قوة لموقف المملكة تجاه المرأة السعودية، إنه موقف قوي، وهذا اللي يخليني أفتخر
بهذا التكريم أني أنا كرمت وأنا على رأس العمل، وأنا على رأس العمل الحكومي، وأنا قدرت أعمل هذا العمل من خلال الحكومة المملكة العربية السعودية. أوباما أعطاني الجائزة أشجع امرأة لعملي في مجتمعي وليس لعملي في أسرتي. أنا في أسرتي أنا أعمل زي أي أم في العالم. أنا بنت هذا المجتمع وبنت هذا الوطن في المملكة، فراهنت على رقي مجتمعي. دكتورة، خلينا نحكي شوي عن برنامج الأمان الأسري الوطني. شو مفهومك للأمان الأسري؟ شوف، يعني من الكلمة معروف إيش هو الأمان الأسري، ولكن الأمان الأسري لا يمكن أن يحدث من غير اتفاق جماعي ودعم عمومي أو حكومي. وأنا أعتقد في المملكة السعودية، في المملكة العربية السعودية، قدرنا نحصل على جزء من الأمان الأسري وليس كاملا، لأنه في هناك اتفاق جماعي بين كثير من فئات المجتمع أنه إحنا نحتاج إلى هذا الأمان الأسري حتى نقدر نحارب العنف الأسري. وبرضه نفس الوقت كان عندنا دعم عمومي أو دعم حكومي، فهما الاثنين، الاتفاق الجماعي والدعم الحكومي، هما الاثنين مهمين لحصول الأمان الأسري. بعتقد دكتورة أنه الناس عندهم حشرية يعرفوا قصص وحكايات لآخرين تعرضوا للعنف، تعرضوا لتجارب كتير كتير صعبة، وحضرتك بعتقد من خلال عملك لمستي هذه الحكايات وهذه القصص، فشو بتخبرينا؟ طبعا أنا لما أول ما دخلت هذا المجال ببداية إنشاء برنامج الأمان الأسري، كان يحس بنفسي كثير لما تجيني امرأة معنفة لها سنوات متعرضة للعنف ما هي قادرة تطلع، ولما طلعت بعد 10 سنوات ولا 15 سنة طلعت تتكلم عن هذا العنف لم تجد من يسمع لها. يعني هذه الامرأة الشجاعة اللي قدرت تطلع وتتكلم عن العنف لم تجد من يسمع لها ولم تجد من ينصفها، سواء انصاف اجتماعي أو انصاف قانوني أمني من ناحية أخذ حقوقها. فلما كنت أشوف هذه النماذج كان يحس بنفسي أني أنا أنه ما في خدمات راقية تقدم إلى هذه النساء وما في من يسمع لهم. فكنت أسمع كل قصة، وكل قصة لها يعني جانب إنساني يحرك فيني الطاقة ويدفعني إلى الأمام أني أنا أشتغل إلى حل هذه المشكلة. فيعني مثلا لما تجيني امرأة وتقول أني أنا رحت على مركز شرطة، مركز شرطة كله رجال لا يسمعوني ولا عندهم، ويعتقدوا أنه هذا من حق الرجل أنه يضربني، وبالتالي أنا ما عاد أروح لمركز الشرطة. طيب أنا هنا دوريني لازم أنا أثقف رجال الشرطة أنهم يتعاملوا مع هذه المرأة بمهنية أفضل، يحسوا، يعني أنا يمكن كامرأة أحس مشاكلها أكثر من الرجل، لكن ودنا أنه يا أما نساء تشتغل بمراكز الشرطة أو هذول الرجال اللي يشتغلوا بمراكز الشرطة يحاولوا يتفهموا وضع المرأة. طبعا الشيء الآخر، كطبيبة أطفال أنا كنت أنا مقربة كثير للأطفال وأحب الأطفال، يعني هذه حياتي إني أتعامل مع الأطفال، وأكون يعني بشهادة جميع أقدر أتعامل مع الأطفال في كل أي نوع من الأطفال، أي واحد من الأطفال أو أي طفل من أي عنده احتياجات خاصة أو ما عنده احتياجات خاصة. فكان يحس بنفسي إني أشوف طفل معنف من أقرب الناس له، من أمه أو من أبوه، وهذا الطفل كان لازم له صوت يدافع عنه، كان لازم له شخص يكون هو صوته. فأنا اخترت في أوقات أني أكون أنا صوت هذا الطفل، أنا اللي أدافع عن حقوق هذا الطفل وأخذ حقه من خاصة من أقرب الناس لي. شو هي الحالة اللي استفزت دكتورة مها المنيف حتى دخلت إلى مجال الأمان الأسري؟ والله هي يمكن أنا أقدر أسميهم حالتين. الحالة الأولى أثناء تدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية في مستشفى الأطفال في برمنغهام ألاباما، دخل رجل سعودي معه طفل عمره 8 شهور. هذا الطفل كان يعني كل أنواع التعذيب كانت ظاهرة على جسده، من عضات، من حروق، من إصابات، كدمات، نزيف بالدماغ، نزيف في البطن، يعني كان مرة حالة سيئة. دخلت في هذه الحالة كطبيبة، أول طبيبة شفتها، فكانت تأخذ أقوالي كالطبيبة اللي شافت المريض هذا في الإسعاف، وبنفس الوقت أنا صرت قريبة من الأم،
لأن التي كانت تعنف برضه في البيت وكانت تحبس، وكنت صرت قريبة من الطفل. فهذه القصة أثرت فيها يمكن بطريقة، أو خليتها أثرت فيها لكن خليتها في عقلي الباطن لم تظهر. ودخلت تخصص دقيق الأمراض المعدية ومشيت، وجيت للمملكة العربية السعودية كطبيبة استشارية في الأمراض المعدية. وما أبغى أقول، ما أدري لحسن حظي أو لسوء حظي، إن في أول في الشهور الأولى من عملي كطبيبة استشارية صادفتنا حالة عنف ضد طفل. نفس الشيء جاء في أكثر من 7 كسور في عظامه يعني، وإصابات وإصابات في الرأس وكذا، لدرجة إنه الكل الأطباء كانوا عارفين إنه هذا عنف، ولكن لم يجرؤوا أن يقولوا إنه هذا عنف، خوفا من الأب ومن القبيلة ومن العشيرة إنه يجوا ضد المستشفى. فهذاك الوقت أنا ما قدرت أسكت يعني. في المرة الأولى أنا اشتغلت كمنسقة أو كمنظمة للحالة أو كشاهدة أو كطبيبة، لكن في المرة الثانية ما قدرت أسكت على الظلم، ما قدرت أسكت على الظلم الذي وقع على الطفل من والديه. هذا رقم واحد. والظلم الأكبر اللي وقع عليه من المستشفى ومن المجتمع اللي يرفض يتعامل مع هذه الحالة. وبالتالي من هنا قررت إني أسوي إجراءات وفي المستشفى للتعامل مع حالات العنف ضد الطفل، وأخذها على بالإضافة إلى عملي كطبيبة استشارية في العنف في الأمراض المعدية. ومن هنا بدأت زي السنوبول، زي كرة الثلج، بدأت الأشياء تتكاثر يعني. كل ما دخلت في شيء بدأت تتكاثر، إلى أن دخلت هذا المجال اللي حسيت فيه إني أنا عم بعطي شيء، أو أنا عم بسوي شيء ملموس يفيد المجتمع. بتعرفي دكتورة، هيك لما الواحد بيعمل جرد سريع على المشتغلين بمجال العمل الاجتماعي أو قضايا المرأة أو قضايا العنف أو قضايا الأطفال أو القضايا التعليمية، بنلاقي إنه هي حكر على النساء. وإذا بدنا نفوت بالتصنيف أكثر، أكثرية هؤلاء النسوة هن طبيبات. فشو العلاقة بين العمل بالطب والعمل الاجتماعي أو التطوعي؟ أنا أعتقد يمكن سببين رئيسيين. السبب الأول أنه الطبيبة السعودية دخلت هذا المجال من زمان، من أوائل يعني، يمكن أول دفعة تخرجت من كلية الطب هي بأوائل السبعينات، وبالتالي المرأة الطبيبة السعودية لها باع طويل في هذا المجال. الشيء الثاني، بحكم عملها الطبيبة السعودية قريبة من المجتمع، قريبة من مشاكل المجتمع يعني. أي مريض يجي بأي مرض لازم نسأله عن تاريخ المرض، عن الحالة الاجتماعية، عن الوضع الاجتماعي. وفي كثير من الحالات يعني الطبيبة تقول لك أنه أنا بعالج المرض في أروقة المستشفى في العيادة، لكن ساعات ما أقدر أطلع للمجتمع أني أحل مشاكل في المجتمع. وبالتالي هذا يمكن خلى الطبيبات أنه يقول لك أنه أنا ما هو كفاية علي أني أعالج مريض في العناية المركزة، وبعدين يطلع مثلا بالنسبة لي أنا ما كان كفاية لي أني أعالج طبيب مريض طفل في العناية المركزة من أمراض معدية، من التهاب السحايا أو أي التهاب آخر شديد، وبعدين يطلع برا وينكسر ولا ينضرب ويموت من إصابة سببها عنف. والنقطة الثالثة المهمة، أنا أعتقد أنه القطاع الصحي في المملكة هو القطاع الوحيد اللي تعمل فيه المرأة إلى جانب الرجل، وبالتالي هذا يمكن أعطى المرأة الطبيبة السعودية الشجاعة أنها تتكلم، لأنها تختلط مع العاملين من الرجال والعاملين من النساء، وبنفس الوقت تختلط مع فئات المجتمع من الرجال والنساء، ما كان اختلاطها بفئة محددة من المجتمع. وبالتالي كانت نظرتها شمولية، كانت تعرف إيش المشاكل اللي صادف اللي يحتاجها أو اللي يعاني منها المجتمع، وبالتالي قادرة على تقديم الحلول خاصة أنها عارفة المشكلة. تتحدث تقارير منذ سنوات قليلة جدا عن ارتفاع معدلات الفقر بالمملكة العربية السعودية. في بعض الجهات اعترفت بالموضوع، وبعض جهات أخرى تتجاهل الأمر، وثالثة لا تعترف به أو لا تحبث الاعتراف بهذا الشيء. إذا ذهبنا في ركاب المعترفين بارتفاع معدلات الفقر بالمملكة العربية السعودية، أدي برأيك هذا الأمر ينعكس على معدلات الأمان الأسري؟
بصفة عامة لما نطلع على أسباب العنف الأسري، يعني في أسباب على عدة مستويات، في أسباب على المستوى الشخصي، في أسباب على المستوى العائلة ومستوى المجتمع، وفي أسباب على مستوى الدولة. لما تجي تشوف الفقر، الفقر يمشي على كل هذه المستويات، يعني كل ما ازداد الفقر في المجتمع ككل زادت معدلات العنف الأسري، كل ما زاد الفقر بالعوائل أو بالمجتمع الصغير سواء بالحي أو الأحياء الفقيرة يزداد فيها العنف الأسري. حتى بالأسرة مثلا البطالة، الأب الذي لا يعمل مثلا يكون معرض أنه يمارس العنف على عائلته أكثر من الأب الذي عنده عمل. فالعوز الاقتصادي أو الفقر على كل المستويات يؤثر، وهذه طبعا ظاهرة في كل المجتمعات. ولو أنه العنف، إحنا دائما نقول أنه العنف يصيب كل الفئات المجتمع سواء الفقيرة والغنية، لكن العوز الاقتصادي والفقر هو أحد الأسباب الرئيسية للعنف الأسري في كل العالم، وليس في السعودية بالتحديد أو في الوطن العربي. بس دكتورة، شو اللي بيخلي الرجل إنه هو يعنف المرأة بعالمنا العربي؟ هل هو حاصل على غطاء من ولي الأمر؟ شوف، العنف الأسري هي ظاهرة عالمية وليست استثنائية على أي مجتمع، وبالتالي أسباب العنف الأسري أو ليش الرجل يعنف المرأة هي تقريبا أسباب كلها موجودة في كل العالم. فالأسباب اللي في السعودية هي نفسها الأسباب اللي في أي دولة عربية أو في أسباب في دولة أوروبية أو أمريكية. لكن لما نجي ناخذ أشياء خاصة لنا، إيش الأشياء الخاصة لنا اللي تخلي الرجل يعنف المرأة؟ أنا أعتقد ثقافة المجتمع، ثقافة المجتمع مهمة جدا، يعني ثقافة الملكية، أنه مثلا هذول أبنائي أو هذه زوجتي فهي ملكي وبالتالي أنا أقدر أسوي هذا الشيء. ثقافة التأديب، أنه أنا من حقي كربعة أسرة أني أأدب أسرتي سواء زوجتي أو أولادي. هذه الثقافات، وبالإضافة إلى بعض الأمور اللي أسيء استخدامها باسم الدين، مثلا قضية ولي الأمر أخذت مجال أوسع من مجالها، يعني مظلة ولي الأمر أخذت مجال واسع بكثير، بحيث كبرت الفجوة بين حقوق الرجل وحقوق المرأة، وكل ما كانت الفجوة كبيرة بين الحقوق الأفراد كل ما زاد العنف الأسري. فأنا أعتقد مسألة ولي الأمر والثقل اللي أعطيناه لقضية ولي الأمر يمكن زادت من معدلات العنف، خاصة يمكن في السعودية. بما أنه أتينا على ذكر ولي الأمر، يعني كيف كانت علاقة مها المنيف بولي أمره، يعني بدءا بالأب ثم الزوج أو رب الأسرة؟ طبعا أنا نشأت في عائلة سعودية محبة للعلم، كان الوالد الله يرحمه ما يفرق بين أي تربية بين الولد والبنت، احنا كنا 12 ولد وبنت، ما كان في أي تفرقة، ولا كنت أحس أني أنا أقل درجة من أخواني الذكور. وأنعم الله علي بزوج برضه سعودي متعلم، لم أحس يوما أني أنا مثلا أو أنه أحد له سلطة علي أعلى من التكافؤ. فكان زواج بيناتنا كأفراد كان متكافئ جدا، ما كنت أحس أنه والله هو ولي أمري للتسلط أو لفرض سيطرته علي، كان يمكن ولي أمر لتسهيل أموري أكثر من أنها تكون للتسلط. يعني كنتي مرتاحة ببيت الوالد؟ يعني كنتي بتمارسي حريتك بشكل تام؟ طبعا على أيامي أنا، طبعا أنا في لما على أيامي ما كان في تواصل اجتماعي ولا كان في إلكترونيات ولا كانت في كمبيوترز ولا شيء، لكن الحمد لله أنا عشت طفولتي وعشت مراهقتي، كان لي أصدقاء، كنت أروح كنت أجي، كان في ثقة كبيرة بيني وبين الوالدة الله يرحمها. حتى دخلت مجال الطب لأني من أنا صغيرة كنت مهيئة لهذا، لأنه كان في تشجيع كبير من الأهل أني أنت شاطرة وبالتالي أنت مجالك الطب، مجالك مجال عمل وليس أنت نهاية لك مثلا أنك تكوني زوجة وأم وتقبعي في البيت. ما كان هذا أبدا النظرة للفتاة في منزلنا. يعني هل هذه الحرية أو غذاء الحريات اللي نشأتي عليه حضرتك داخل منزل الأسرة هو اللي خلاكي على صورة مها المنيف اللي احنا عم نشوفها اليوم؟ يعني حضرتك أول سيدي تظهر على شاشة التلفزيون،
تنشري صورك دون غطاء أو دون نقاب، يعني أو الحجاب الكامل يعني، وكمان بتطرحي بآرائك بالمجلات وبالصحف ووسائل الإعلام بشكل علني ومباشر وجريء. طبعا أنا لما رجعت من الولايات المتحدة الأمريكية واشتغلت كطبيبة، لم أقتنع أني أنا أشتغل فقط في العيادة وفي المستشفى وأعالج واحد أو اثنين أو ألف أو ألفين. كان همي المجتمع ككل، كان همي أني أعمل مع المجتمع، وبالتالي بدأت في برامج كثيرة يعني بالأمراض المعدية. بدأت ببعض الأمراض المعدية اللي يبالها تطعيمات معينة، كنت أطلع حتى يمكن من أوائل السعوديات اللي طلعت في الجرائد وفي الميديا وفي التلفزيون أتكلم عن صحة الأطفال وعن الأمراض المعدية وعن تطعيمات الأطفال. وبعد كذا لما مشيت هذه الأمور دخلت في قضية العنف ضد الطفل. فكان اللي شجعني على ذلك صراحة دعم العائلة، يعني دعم وعدم رفض العائلة أني أنا أطلع في الميديا وأطلع في التلفزيون وأطلع في الجرائد وأتكلم في قضية تهمني وتهم مجتمعي. هذا كان الدافع لي أني أنا أستمر في الأمور. يمكن تلاقي سعوديات كثير عندهم الدافع وعندهم الأفكار وعندهم العمل، ولكن اللي يحدهم من الظهور أو التكلم في أي قضية هي مسألة العائلة ومسألة القبيلة ومسألة المجتمع. أنا الحمد لله عائلتي سواء الكبيرة أو الصغيرة كانت مشجعة لي، لأنهم كلاهم كانوا أنه مؤمنين بالقضايا اللي أنا كنت أحملها، سواء قضية أمراض أطفال معدية أو قضية عنف أسري. دكتورة مها، حضرتك عندك شعار تتبني وهو أنه الدعم الداخلي وليس الخارجي، هل هذا الشعار تبنيتيه انطلاقا من البيئة اللي نشأتي فيها، الأفكار اللي موجودة داخل عائلتك؟ طبعا دعم العائلة مهم، لأنه زي ما قلت لك في كثير من السعوديات المبدعات وما قدروا يطلعوا على السطح لأنه ما كان في دعم من العائلة، وكان في خوف للخروج عن العادات وتقاليد القبيلة. فالدعم الداخلي مهم، ولكن أنا أقصد في الدعم الداخلي دعم الدولة، دعم الخدمات والمؤسسات الحكومية والأهلية للشخص حتى يقدر يقوم في عمله. لم توفي مها المنيف المملكة العربية السعودية حقها، صح؟ لا، أنا أعتقد أنه زي ما قلت بالسابق أنه أنا أعتقد الوفاء بالحق أنه إنشاء برنامج وفتح المجال للمرأة أنها تعمل. يعني الآن المرأة السعودية تدخل الجامعات، المرأة السعودية تبتعث، المرأة السعودية في مجالات عمل عدة، فتحت مجالات العمل لها. أول كانت مثلا محصورة في التعليم والطب، الآن في كل المجالات، في المحاماة، في التحقيق، في الشرطة، في مجالات كثيرة دخلت المرأة السعودية فيها وبقوة. ويمكن أهم مجال اللي أنا أتكلم أبغى أقول عنه هو الابتعاث، يعني كون 40% من المبتعثين السعوديين هم من النساء والفتيات، أنا أعتقد هذا بحد ذاته يعني دعم كبير جدا للمرأة. ولما تشوف أنه دائما حقوقهم في الخارج نفس الحقوق ونفس الواجبات، بالعكس كان المرأة لها حقوق وواجبات أكثر تفوق الرجل، من حيث أنه يعني في مرافق لها وفي رواتب وفي دعم لها أنها تكمل تعليمها في الخارج. دائما أنا أقول أنه التكريم الخارجي مهم، ولكن التكريم الداخلي أهم. المجتمع الذي لا يتغير هو مجتمع ميت. دكتورة بها، خليني انتقل معك لملف مهم وهو ملف الابتعاث. حضرتك كيف بتشوفي اليوم يعني سياسة الابتعاث في المملكة العربية السعودية، وخصوصا أنه في البعض يطرح أسئلة حول المبتعثات السعوديات، بمعنى أنه إحنا بنتقبل نعطي المرأة السعودية أو المبتعثة حقها وحريتها في خارج الوطن، ولكن هذا الحق وهذه الحرية مؤطرة داخل الوطن، هل بتوافق هذا الكلام؟ لا، هي سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله هو تمكين المرأة، وأنا أعتقد بدأ تمكين المرأة في عام 2000 في المملكة. بدأ في عدة أشياء، بدأ في فتح مجالات دراسة أكثر،
ثم بدأ في فتح مجالات عمل، ثم بدأ بعد ذلك في وضع المرأة في أماكن صنع القرار، بتعيين رئيسة مديرة جامعة، بتعيين وكيلة وزارة، بتعيين سيدات في مجلس الشورى. يعني الابتعاث أول كان مقصور أكثر على الرجال، لكن لما تيجي تشوف أنه تقريبا نص المبتعثين من النساء، أنا أعتقد أنه هذا تمكين قوي جدا للمرأة. بس أنه ممكن تكون خطوة ذكية لتغيير وتطوير المجتمع السعودي على مر السنين. للتغيير الإيجابي، أنا أعتقد أنه أكيد يعني أي مجتمع لا يتغير فهو مجتمع ميت. أي مجتمع، إحنا كلنا تغيرنا. شوف إحنا قبل 10 سنين وين كنا مثلا من ناحية التكنولوجيا ومن ناحية استخدامات التليفونات الذكية، الهواتف الذكية، فشوف كيف التغير. يعني إحنا ليش نقبل هذا التغير وما نقبل تغير مجتمع، تغير بالثقافة، كلهم يمشوا مع بعض. فأنا أعتقد المجتمع الذي لا يتغير هو مجتمع ميت، وبالتالي كل تمكين المرأة على هذه المراحل من حكومة خادم الحرمين، ومن خادم الحرمين بنفسه، يعني هو كان حمل ملف تمكين المرأة بصفة عامة، أنا أعتقد هذا بحد ذاته تمكين للمرأة. دكتورة، ما في ما أطرح عليك هذا السؤال، يعني المرأة السعودية مثلا اللي بتعيش بأمريكا، اللي بتعيش بأوروبا، مقبول أنه هي تختلط بالرجال وتحكي معهم طبعا ضمن الحفاظ على عاداتها وتقاليدها ولباسها وحجابها، ولكن أنه مقبول أنه هي تشتغل، مقبول أنه هي تتفاعل مع المجتمع، تحكي مع الرجال، تطلع وتفوت، يعني هيدا الشيء مقبول، ولكن تعي نطبق هيدا الشيء بقلب الوطن ما حدا بيتقبله. كيف بتفسري هذا الموضوع؟ للأسف في السابق كان وضعت قيود كثيرة على المرأة السعودية، ووضعت هذه القيود على المرأة السعودية وعلى المجتمع السعودي بصفة عامة. وحتى نخرج من هذه القيود كان يجب أن نخرج منها بصفة متدرجة، ما نقدر فجأة نخرج من مجتمع محافظ بشكل كبير إلى مجتمع بالمرة هذا. وبالتالي أنا أعتقد زي ما قلت برنامج الملك عبد الله لتمكين المرأة هو كان برنامج بالتدريج، كان ماشي، يعني بدأ من عام 2000 بفتح مجالات عمل، وبعد ذلك بوضعها في مراكز صنع القرار وابتعاثها. تغيير زي ما قلت، تغيير المجتمع لازم يكون بطريقة تدريجية، وما تقدر أنت تغير مجتمع فجأة. وبالتالي هذا اللي أنا اللي أعتقد اللي حاصل، وهذا الطريق الصح لتغيير أي مجتمع. بس أنه ما بتعتقدي أنه الفترة طولت شوية دكتورة؟ لا، لما تجي تطلع على المجتمعات الأخرى وتجارب المجتمعات الأخرى، تغيير أي مجتمع يجب أن يمشي بسياق طبيعي. ما تقدر تفرض على المجتمع التغيير، ما أقدر أنا أفرض على أي أفراد التغيير، لازم التغيير يجي من الداخل، من لازم يقتنعوا فيه الأفراد حتى يقدروا يغيروا اللي فيهم. أني أنا أفرضه عليهم هذا ما حيصير تغيير، هذا حيصير سلطة، وإحنا ما إحنا ضد هذه الأشياء. حضرتك بتأكدي على شغلي وخليني أقراها، أنه على المرء أن يقتنع لكي يحقق التغيير. بشو لازم يطالب الشباب السعودي وعن اقتناع؟ المجتمع السعودي بصفة عامة هو مجتمع يافع، يعني لما نيجي نقول أنه 60% من المجتمع السعودي أقل من 25 سنة، وبالتالي هذا مجتمع يافع. للأسف يعني اليافعين من سن تقريبا 15 إلى سن 25 لم يأخذوا حقوقهم، يعني هم كمرحلة عمرية لم تأخذ حقوقها كاملة. لا زال عندنا مشاكل كثيرة مع الشباب في تقضية أوقات فراغهم، في فرص العمل بعد ما يتخرجوا لا زالت محدودة أمامهم، ولكن هذه مشاكل يعني صادف تقابل أي مجتمع آخر. وأنا أعتقد أنه يجب أن نستثمر بالشباب، إذا ما استثمرنا بهذه الفئة العمرية يعني عمرها ما حتنهض الدولة أو الأمم. الفئة العمرية اليافعين يجب الاستثمار بتعليمهم، ومن كذا باب الابتعاث أنا أعتقد أعظم خطوة جبارة قامت فيها المملكة العربية السعودية هي الابتعاث. لما يكون عندنا أكثر من 200 ألف طالب سعودي في الخارج، ابتعاش هذول الطلاب عم يعني يشوفوا تجارب وثقافات مختلفة، وبالتالي يرجعوا بأفكار تنموية للمجتمع جديدة، هذه اللي حتقيم ترفع من المجتمع أكثر من أني أنا أتقوقع في داخل المجتمع وأستمر على نفس السياق.
هل حضرتك بتشوفي انه في حرب داخليه قائمه اليوم في السعوديه ضد مشروع الملك عبد الله؟ أنا ما أعتقد أنها أسميها حرب أو شيء. في كل مجتمع هتلاقي ناس مع التطور مع التنمية مع النمو، وفي ناس يحاولوا يؤخروا من هذه العجلة. أنا أعتقد في المملكة العربية السعودية في آليات تطور كبيرة، آليات تطور للمرأة، آليات تطور للشباب، في مجالات عمل مفتوحة للشباب كثيرة، مجالات عمل مفتوحة للمرأة، الابتعاث، في أشياء كثيرة قاعدة تمشي، وعجلة التنمية يجب أن تمشي، ما في عجلة تمشي للوراء، كل العجلات تمشي إلى الأمام. بس أنه معليش يا دكتورة ما توخذيني، يعني أنه لليوم ما عم نشوف عجلة عم تمشي لسن قوانين ضد العنف الأسري. لا، هذا غير صحيح. أنا أعتقد أنه يعني إحنا من الدول العربية القليلة اللي سنت نظام الحد من العنف والإيذاء، وتم إصدار هذا النظام في أغسطس 2013. هذا النظام يتكون من 17 مادة، في مواد تختص بالتبليغ وفي إلزامية للتبليغ ضد العنف الأسري، في مواد تختص بالاستجابة وكيفية الاستجابة لحالات العنف الأسري، وفي مواد تختص بالتدخل وآليات التدخل من دور الإيواء والتأهيل الاجتماعي والتأهيل النفسي للضحايا، والأهم من ذلك أنه في مادة تجرم العنف الأسري، ووضعنا عقوبة تجرم العنف الأسري. يعني كان في عقوبة، المادة السابعة تتكلم عن عقوبة العنف الأسري، عقوبة مادية وعقوبة حبس وعقوبات بديلة بالعمل المجتمعي. وأعتقد أنه نظام الحد من الإيذاء في المملكة العربية السعودية هو يمكن من الأنظمة القليلة، أو هو أول نظام يتكلم عن العقوبات البديلة، وهذا اللي إحنا نطمح له. أنه يعني لما يكون في عنف داخل الأسرة، أنا ما همني أني أنا أحبس رب الأسرة وأخرب على الأسرة أكثر، لكن همي أنه هذا رب الأسرة يتعالج، أنه يقوم بعمل مجتمعي. هذه العقوبة اللي نبغاها، أنه يدخل نظام أو يدخل برنامج ضد الغضب، يدخل برنامج يتعلم كيف يتعامل مع أفراد أسرته، وبنفس الوقت يخدم المجتمع بحيث يتغير التصرف حقه، بقدر ما أني أنا ماني بس ضد أني أنا أحبس الشخص وأهدم الأسرة. من أغسطس 2013 لليوم مر سنة كاملة، وين تم تنفيذ القانون خلال عام كامل يا دكتورة؟ طبعا لما صدر القانون جاءنا فترة كم شهر إلى أن وضعت الآليات التنفيذ، ووضعت آليات التنفيذ والآن توزع على الجهات. يجب أن نعرف أن العنف الأسري هي قضية متعددة التخصصات، هي ليست شأن عائلي وليست شأن اجتماعي أو إجرامي أو صحي، هي كل هذا ذلك. فهي قضية اجتماعية، قضية صحية، قضية أمنية، وبالتالي يجب على المؤسسات الصحية والمؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الأمنية والمؤسسات القضائية أن تعمل معا. ودائما أي قضية تكون قضية تتشابك فيها المؤسسات المجتمعية، يكون ساعات التشابك والتواصل بين المؤسسات ضعيف، وبالتالي يحد من التناغم بين الخدمات المقدمة من جميع المؤسسات. نحن الآن في وزارة الشؤون الاجتماعية، وإحنا بالتعاون معهم وضعنا آليات التنفيذ. هل نفذت كلها بحذافيرها؟ طبعا الجواب لا. لازم يكون في عندنا بناء لقدرات العاملين، تعريفهم. كثير من الناس ما يعرفوا إيش هذا النظام، يجب أن يكون في هناك توعية عن هذا النظام، يجب أن يكون هناك تدريب للمهنيين المتعاملين مع النساء والأطفال على آليات تنفيذ هذا النظام. هذا حياخذ وقت، فأنا أتوقع أنه يمكن الخمس سنين القادمة يدوبك تأخذنا حتى نقدر نطبق النظام زي ما إحنا كتبناه وزي ما إحنا بغينا يكون هذا النظام. أي صفحة كتب اسمها المنيف في هذا النظام؟ أنا لم أكتب هذا النظام، أنا لست قانونية ولست محامية ولست كذا، أنا كنت في اللجنة التي سنت هذا النظام، وكنا النظام أولا كتب ببحث من مؤسسة الملك خالد الخيرية. المؤسسة كتبت النظام، عملت دراسة عن هذا النظام وأرسل إلى مجلس الوزراء ونوقش في مجلس الوزراء ومجلس الشورى. أنا كنت في اللجنة التي ناقشت هذا النظام في الشورى، وكنت في اللجنة التي ناقشت هذا النظام في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
فالنظام طبعا كان دراسة من مؤسسة الملك خالد، واللي كتبوا المواد حقة النظام طبعا قانونيين ومختصين في هذا العمل، ولست أنا. أنا في نقاط معينة كنت أقول وجهة نظري من وجهة نظر عاملة في المجال ومجهة نظر امرأة. يمكن أنا كنت المرأة الوحيدة الموجودة في هذه اللجنة، بالإضافة إلى امرأة أخرى من حقوق الإنسان كانت معنا. كم مرة قرأت هذا القانون عندما صدر؟ بدك أسمع لك إياه؟ أنا حافظته عن ظهر القلب، يعني سامعة عارفة كل مادة وإيش المشاكل اللي صادفتنا في كتابة كل مادة. فلأنه أخذنا تقريبا 5 سنين حتى صدر هذا النظام. وين بصمتك فيه؟ ما أقدر أقول وين بصمتي في أي مادة، لكن يمكن أنا إذا كان لي بصمة في هذا النظام فحيكون في تنفيذ هذا النظام. وين كانت يا دكتورة بصمتك بمجلس الشورى؟ أنا مستشارة في مجلس الشورى، ولا زلت مستشارة في مجلس الشورى، واستشار في مواضيع تخص الصحة وتخص العنف الأسري بالذات. يعني أنا دعيت كذا مرة لمناقشة هذا النظام في الشورى، وحطيت أفكاري وآرائي في هذا النظام، كانت كثيرة، فما أقدر أقول وين بصمتي بالضبط في هذا النظام. بس بالشورى طبعا عملنا في السابق كمستشارات، كنا تقريبا نعمل كعضوات يعني في كثير من الأمور. الشيء الوحيد اللي ما كنا نسويه كمستشارات إنه نحضر الجلسات الرئيسية. الآن توج هذا العمل بوجود 30 عضوة 30 امرأة سعودية كعضوات في مجلس الشورى، وأنا أعتقد هذا بحد ذاته يعني إنجاز كبير تشكر عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين إنها وضعت هذه النسبة الكبيرة من النساء في مجلس الشورى. بدي أرجع معك شوي لوقت حضرتك كنتي استشاري بمجلس الشورى، هل كان هذا الموقع هو استشاري فعلا شرفي، ولا كان فعلا له ممارسة تطبيقية على أرض الواقع؟ لا، كان تطبيقي، يعني كنا نجتمع كمستشارات، نعطى مثلا تقارير حكومية، نعطى تقارير ومشاريع وأنظمة ندرسها، وبعدين نروح للجان ونناقش هذه المواضيع. فكان يعني عمل مهني 100%، عمل تطبيقي 100%، ومشان كذا كثير من المستشارات هم أصبحوا الآن عضوات. هل وجود استشاريات من النساء في مجلس الشورى كان خطوة تمهيدية لدخول نساء أعضاء في مجلس الشورى؟ زي ما قلت، نفس السياسة تمكين المرأة لما قلت كانت سياسة تدريجية، نفس الشيء وجود المرأة في الشورى كانت سياسة تدريجية. بدأنا في عدة مستشارات، بدأنا في 5 أو 6 مستشارات، ثم المرحلة الثانية صرنا تقريبا 13 مستشارة، ثم المرحلة الثالثة صار في عندنا عضوات. أي وزارة قد تختار مها المنيف لقيادتها؟ أنا لا أطمح لأي وزارة صراحة. أنا مبسوطة كعملي كطبيبة وك مديرة تنفيذية لبرنامج وطني يسعى إلى محاربة العنف الأسري ونشر ثقافة الأمان الأسري، وأنا مبسوطة في كثير في هذا المجال. لكن لو وزارة، الوزارة اللي أقدر في أخدم فيها بإمكانياتي العلمية وإمكانياتي العملية اللي كونتها خلال هذه السنين، فما أقدر أقول إيش وزارة أقدر. يعني أنا إمكانياتي وتعليمي في المجال الصحي وعملي في المجال الاجتماعي، فحيكون صحي اجتماعي أكثر. دكتورة، يعني بعد حصولك على لقب أجلع امرأة بالعالم، هل هذا الأمر قد يكون خطوة لتكوني وزيرة؟ أنا ما أعتقد أنه في علاقة بين الاثنين. في كثير من السيدات قبلي أخذوا جوائز زي هذه وأكثر منها، ولم يصبحوا وزيرات ولا عضوات في الشورى، وفي كثير سيدات لم يأخذوا أي جائزة وأصبحوا في منصب صنع القرار، فما أنا ما أعتقد أنه لهم علاقة مع بعض. ماذا بعد أجلع امرأة في العالم؟ أنا أعتقد يعني أخذت وسام الشجاعة لعمل مجتمعي بسيط آمنت فيه وقمت به. أنا أعتقد سوف أستمر في هذا العمل من خلال عملي كمديرة تنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني. سوف أستمر في عملي في المجال الصحي كطبيبة أطفال. هذا العمل المقرب إلى قلبي.
بالإضافة أني أنا دائما أحب كمدرسة في كلية الطب أحب دائما ألتقي بالشباب، من الشباب والفتيات اليافعين، أحاول يكون لي تأثير فيهم، أحاول أني أكون رول موديل أو كقيادية ألهمهم أنهم يعملوا إلى بناء هذا المجتمع. وأتمنى يعني أنه مستقبل يعني بلدنا في أيدي شبابنا، وأتمنى أنه أكون قادرة على أني ألهم الشباب للاستمرار في العمل المجتمعي والإيمان في أن مجتمعنا قادر على التطور وقادر على التغيير. بكلمة أخيرة، كيف تصف مها المنيف نفسها؟ أنا أم وقائدة وشجاعة.